الطريق على آخر امتحان وزاري لجيل 2005. بنتمنى وكل دعواتنا أن يكون امتحان سهل عليهم وأنه كل الدورة كانت سهلة وأنهم يجيبوا علامات عالية. خلينا نشوف الطلاب على باب المدرسة إيش حكوا عن الامتحان وشو رأيهم بآخر امتحان وزاري. يلا نشوف. سهل يعني؟ لا سهل كثير يعني الامتحان. يعني امتحان بيخلص ربع ساعة كامل، يعني واحد هسه بس خلص برجع ينام. من هون للنتائج. لا الامتحان كان سهل وما اتوقع بده كثير وقت، ومن اول ساعة خلصناه يعني. لا الامتحان الحمد لله كان سهل. لا بده شوية تركيز يعني، لازم الواحد يكون دابس، بس سهل يعني. هينا خلصنا الحمد لله، ان شاء الله بننجح جميعا. التمجيه سنة حلوة، بس يعني فيش كلمة توصف غير متعبة وحلوة بس. عادي سهل، ما فيش فيه شيء يعني، اذا مش 200 عيب خلص فيش. شكرا. والله يعطيهم العافيه لاهالي كلهم. الحماس اللي شايفينه اليوم فرح على الشعب الاردني كله. امتحان اليوم هيك سهل كان، الله ينجح الجميع. وشكرا لك يا شروق، انت كنت مثابره من البدايه. الحمد لله كانت سنه صعبه، بس الحمد لله خلصناها، ومن احلى السنين صراحه علينا. الله اكبر يا شباب. قرف الواحد. الأردن بعروقنا، من نص تاريخ، احنا أردنية بحت، بعروقنا التاريخ. أنا بس بدي أحكي كلمة، الله يسعد دينكم الوزارة، بآخر امتحان زبطتونا، بس والله كفو عليكم، يسلموا إيديكم، يعطيكم ألف عافية. شنو التوجيه؟ تقرأ تنجح، ما تقرأ ما تنجح. صار وصار. إن شاء الله ما تخرب فرحة الشباب كلها، إن شاء الله يا رب الكل ينجح. والله بصراحة كانت الامتحانات كلها سهلة مبدئياً، وإن شاء الله كلنا نكون بالعالي. يعني فرحة وإشي وهذا وخلص، يعني بعد 12 سنة وكل هذا خلص الواحد بده يرتاح. كلمة للوالدة. يما خلصت توجيهي، بس تحكي له قعدوا دروس. خلص خلصنا. يعطيك العافية الشباب. ابنك اليوم عنده امتحان؟ عنده تاريخ أردن. طب وصفينا أنت في شعورك، والولاد هلا قاعدين بينبسطوا بيحتفلوا مبسوطين. والله هو أحلى يوم صراحة بالحياة، يعني شعور انهم خلصوا، بس يا رب انهم يجبروا بخاطرهم في العرب التخصص وفي الكيمياء، يعني فرحتهم هاي ان شاء الله تكمل يا رب. هي يعني احلى شعور خاصة للام، يعني شعور الام لا يوصف. حبيبي بحكي لك، احنا الاهالي قدمنا وتعبنا اكثر منهم، هي الفرحة لنا. ان شاء الله يا رب الله بيوفق كل الطلاب، وان شاء الله الكل بنجح. الحمد لله الحمد لله، سنة انتهت بخيرها وبشرها يا رب، وإن شاء الله كنا ننجح يا رب ونفرح أهالينا يا رب. يلا شباب أحلى صفقة. أجواء فرح واحتفالات على باب المدرسة اليوم لأنه امتحان تاريخ الأردن كان سهل، والطلاب هيك خلصوا توجيهي 2005، خلصوا سنتهم التوجيهي على خير. الناس هون قاعدة بتحتفل، وناس هون قاعدة بتدبك وبرشوا زينة وبرشوا أشياء على حالهم يحتفلوا بنهاية الامتحانات. نتمنى يا رب أنه تكون دورة كلياتها كانت سهلة على الطلاب، وأنهم يكونوا مزبطين فيها. يعطيكم العافية، بنشوفكم في تغطية كاملة عن نتائج جيل 2005.